في مداخلة لعرض سيدات وسلامات زملائي من Vous remarquerez donc que le sel sera consommé de 53%. Le marché actuel ne couvrirait pas le marché national. Nous couvrirons la demande des raffineries en 2027. Et si on grille en clair, le grille clair national. كنا قد نقدم تقارير دورية لكل الجهات المعنية حول مستقبل الطاقة ومستقبل المحروقات في الجزائر. 2030 كنا كل المعطيات والدراسات الاستشرافية تبين أنه في 2028-2030 راح يكون هناك عجز هيكلي بين العرض والطلب. كما نقولوا عجز هيكلي، يعني الجزائر ما تصبحش قادره باش تلبي الطلب الداخلي من غاز طبيعي ومن مواد بتروليه مشتقه ايسونس وغازوال. ولهذا القانون جاء باش ياكد على انه سوناتراك نوفروا لها كل الشروط اللازمه باش تقوم بالعمليه هذه. دونك القانون هذا راح يكون فائده سوناتراك قبل ما يكون فائده للاجانب. الاجانب حنا مرحبا بهم وحنا نحوسوا عليهم، لانه في العالم كامل يحوسوا على يعني استقطاب الاستثمارات.